تدق السينما اللبنانية الحديثة أبواب المهرجانات العالمية من خلال أفلام تصور الحياة الحقيقية لشباب اللبناني وسط رفض الطوائف. فيلم يوم ببيروت لمخرجه نديم تابي تطرق لحياة المراهقين في مجتمع مليء بالتناقضات. هو فيلم اسمه One of These Days، بالعربي بيسموه يوما نهارا في بيروت. هو فيلم عن الشباب اللبنانية اللي معهم بين 16 لل 22 سنة. هو يوم بحياتهم، وين أكيد بس نحكي عن فيلم عن الشباب، أكيد الفيلم بيعالج عن المرق من حالة الشاب لحالة كما بيقولوا في سي لاش أدولت، يعني بتعلموا قصص. وأكيد مين بيقول شباب من 17 لل 22 بيقول عالم أشخاص عم بيعيشوا بكذا experience بحياتهم، منهم هم المخدرات، السكشواليتي. معالجة الطابوهات في السينما اللبنانية لم يكن يوما هدفا للمخرج اللبناني الشاب، وإنما الواقع الذي يعيشه ببيروت يتحكم بشكل كبير في قصة الفيلم. بالبلد عايش انت بس ضلك مدعوس. اكيد بالعالم العربي الفيلم انعرض بلبنان والعالم حبوا كثير، بس كان في اشخاص عم بيقولوا ما في شيء هيك بحياتنا، ما في، انه كثير كيف عم تفرجي شيء من بلدنا هيك، ما في الاولاد بيكونوا عايشين الحلوه، ليه عم تفرجي هيك؟ اكيد بس نعمل فيلم بنعالج عن شيء بنعرفه او عن شيء بنشوفه، بلا ما نسال حالنا اذا عم نعمل تابو او لا، بلا ما يعني ما بتفيق الصبح فيه بدي اعمل شيء بدي كسر الدنيا فيه وبدي فرجي الرياليتي. ومثل ما بتعرفوا في كثير كوميونيتيز بلبنان، يعني مسلم مسيحي، وبالمسيحي في كذا، في الكريك اورثودوكس المغوني، بالمسلم في الشيعه، في الدرزي، في السنه، وفي ولا مرة بلبنان فيك تعمل فيلم عم بحكي عن كل العالم، هي ما فيك تحط الكاميرا هيك بمحل وين فيك تشوف كل شيء، يعني كل شيء بيكون سبيسيفيك. اكيد في كثير عينات العالم اللبناني، المشاهد اللبناني بيقول لك اوكي فرجيت الفيلم، بس هيدي مش كل لبنان. اليوم انه بالمهرجان كان دولي اللي حيصير هالسنه، مع في فيلمين عربي بالكومبيتيشن، فيلم نادين لبكي للبنان وفيلم مصر اول عمل، وكمان بالبارلل سيكشن في كمان فيلم سوري، في كذا فيلم عربيه كمان. وهالشيء عم يفرجي انه عم بيصير شيء بالعالم العربي.